ثورة ويحتاج إلى حرب على هذا الاحتلال. وفي فلسطين أيضا نتابع هذه الصور الحية والمباشرة التي تريدنا من ساحة كنيسة المهد في بيت لحم، حيث تزينت شوارع وأحياء وأزقة المدينة القديمة بالاحتفال بعيد الميلاد الهجري. وكالمعتاد تحتضن ساحة المهد ذروة الاحتفالات من خلال دخول الفرق الكشفية، كما نرى في هذه الصور التي تأتينا مباشرة. وأيضا تخضع احتفالات هذا العام لقيود بسبب الإجراءات المفروضة جراء انتشار فيروس كورونا. نذهب أيضا إلى مراسلنا في بيت لحم عميد شحادة، حيث توجد عميد، تصلنا هذه الصور المباشرة. انقل لنا الصورة حيث أنت. نعم ساهر، للعام الثاني على التوالي تنطلق احتفالات عيد الميلاد في مدينة بيت لحم وسط أجواء من الحصار الذي يفرضه فيروس كورونا. الفلسطينيون وحدهم هم من يحتفلون اليوم في بيت لحم، مع غياب الوفود الأجنبية، الوفود التي كانت تصل من جميع أنحاء العالم لم يصل أحد، وتم إلغاء حجوزاتهم في الفنادق الموجودة في بيت لحم بعد إغلاق المعابر وسياسات الحكومة الإسرائيلية في مواجهة فيروس كورونا ومتحوراته. وبالتالي يمكننا مشاهدة هذه الصورة، تبدو الاحتفالات على ما حاولت بلدية بيت لحم، وهنا أن يكون هناك جو من البهجة والفرح في مدينة بيت لحم من فرق الكشافة وما إلى ذلك، إلا أن المشاركة ما زالت متواضعة بحسب المتواجدين هنا. المشاركة ما زالت متواضعة في هذه الاحتفالات، والسبب هو غياب السياح الأجانب وغياب تقطيع أوصال الضفة الغربية والداخل. الفلسطينيون وحدهم هم من يشاركون في هذه الاحتفالات، وهناك الآن تجهيزات لاستمرار هذه الاحتفالات حتى منتصف الليل. وصل زاهر فقط 468 مسيحيا من قطاع غزة فقط، هؤلاء الذين سمحت لهم إسرائيل بالوصول للمشاركة في هذه الاحتفالات، وهذا ألقى بظلاله على تواضع صورة الاحتفالات في مدينة بيت لحم، وهي المدينة الأولى، المدينة الفلسطينية الأولى التي دخلها فيروس كورونا، أول مدينة فلسطينية يدخلها الفيروس. وما زالت الاحتفالات متواضعة ومختلفة تماما عما كانت قبل زمن فيروس كورونا. إذن زاهر، الاحتفالات مستمرة في ساحة المهد، وتوافد للفلسطينيين من مدن الضفة الغربية وتحديدا من الداخل المحتل. ولكن لو تحدثنا قليلا زاهر عما تركه فيروس كورونا، هذه الصورة بسبب فيروس كورونا. ما تركه الفيروس أن هناك 450 منشأة حرفية تقريبا أغلقت في هذه المنطقة بسبب فيروس كورونا وغياب السياح الأجانب. 3 مليارات دولار خسرت السياحة الفلسطينية بسبب الفيروس. كانت هذه الأعياد هي أهم ما يمكن أن يروج من خلال الفلسطينيون، وأهم ما يمكن أن يعمل من خلال الفلسطينيون على تحسين أوضاعهم الاقتصادية، ولكن مع غياب السياح الأجانب هذا العام والعام الفائت عن المشاركة في أعياد الميلاد التي يعتبرها الفلسطينيون ليست فقط أعيادا دينية بل أعيادا وطنية يشارك فيها الكل الفلسطيني، غياب هؤلاء السياح الأجانب، غياب الوفود الأجنبية أدى إلى تراجع الحالة الاقتصادية في هذه المدينة التي تعاني من الاحتلال من جهة وآثار فيروس كورونا المستمرة من جهة أخرى. زاهر، رغم كل ذلك الفلسطينيون يتوافدون إلى ساحة المهد للاحتفال في عيد الميلاد. نعم، وأنت تتحدث عميد، يعني نشاهد هذه الصور التي تأتينا مباشرة على بعد أمتار من الموقع الذي تقف فيه والتي تظهر فيها الوحدات الكشفية التي تقدم استعراضاتها السنوية. أسألك أيضا عميد، هل هنالك أي مضايقات فرضتها قوات الاحتلال على الزائرين لمنطقة كنيسة المهد أو حتى على المحتفلين في الأعياد هذا العام؟ But
بالطبع الزاهر ما يجري هنا في كنيسة المهد بوصول الفلسطينيين حتى السياحة الداخلية التي تعول عليها كثيرا. وزارة السياحة الفلسطينية ضعيفة جدا، والسبب هو وجود الحواجز الإسرائيلية التي تقطع أوصال الضفة الغربية، شمال الضفة الغربية ووسط الضفة الغربية، رام الله، جنين، نابلس، طول كرم، وبقية هذه المدن معزولة جغرافيا بحواجز إسرائيلية تمنع الناس من يعتبرون المشاركة في الاحتفالات بأنها شيء من الكماليات، وسط استمرار هجمات المستوطنين في شمالية الضفة الغربية، وسط الحواجز الإسرائيلية المنتشرة. وبالتالي والناس هنا يفهمون هذا الأمر، وحتى السياسيين الفلسطينيين عندما يتحدثون عن أعياد الميلاد وعن المعيقات التي تعيق وصول الناس والمشاركة الفاعلة والحقيقية الكبيرة التي كانت ظاهرة في أعياد الميلاد، يتحدثون عن فيروس كورونا ويسمون الاحتلال أيضا فيروس الاحتلال الذي يقطع أوصال الضفة الغربية ويقطع الضفة الغربية عن قطاع غزة. 458 أو 68 فلسطينيا مسيحيا فقط من قطاع غزة هم الذين سمح لهم بالوصول، وبالتالي هذا انعكاس على حجم المشاركة في هذه الأعياد. الضفة الغربية كذلك كما قلت لك زاهر، الحواجز الإسرائيلية منتشرة، الأجواء السياسية، المواجهات في بلدة بيتا وفي برقة وفي سيرة الظهر ومناطق جنين أيضا تلقي بظلالها على إمكانية وصول الفلسطينيين إلى هذه المناطق. ونحن نتحدث الآن، قبل قليل أغلق جيش الاحتلال الطريق الواصل بين مدينتي جنين ونابلس مثلا، وبالتالي كيف يمكن لفلسطيني من جنين أو من مدينة نابلس أن يصل إلى بيت لحم للمشاركة في هذا الموسم الذي يعتبره الفلسطينيون الأعياد التي يعتبرونها مهمة جدا في حياتهم الدينية والوطنية زاهر؟ نعم عميد، إذن نتابع هذه الصور المباشرة التي تأتينا من بيت لحم للاحتفالات بأعياد الميلاد والتي تقام اليوم، على الرغم من غياب السياحة الخارجية والزيارة الخارجية والزوار الخارجيين بسبب القيود التي فرضها فيروس كورونا، خاصة وأن هنالك يعني إغلاق شامل كان قد فرض في العام الماضي على محيط الكنيسة، هذا الإغلاق جزئي ربما هذا العام بالإضافة إلى قيود أخرى أدت إلى وجود أعداد أقل في محيط كنيسة المهد عما اعتدنا من مشاهدته خلال الأعوام الماضية. رغم ذلك هنالك فعاليات ونشاطات احتفالية أقيمت هذا العام بخلاف العام الماضي طبعا للفرق الكشفية المسيحية وللزوار الذين أتوا من مختلف المناطق الفلسطينية، على الرغم من تضييق قوات الاحتلال على الفلسطينيين، خاصة الفلسطينيين المسيحيين من قطاع غزة الذين اقتصر عددهم هذا العام كما أوضح مراسلنا على حوالي 400 شخص فقط. طبعا يقام اليوم أيضا قداس منتصف الليل، ليل الجمعة السبت، في كنيسة المهد، وهذا القداس الذي تحضره عادة شخصيات رسمية وشعبية بحضور طبعا رجال الدين المسيحيين.